فرعون المجاعة التانية اللي جاية على مصر، وفي أيامه هتحصل مجاعة كبرى حسب المكتوب، أغلق على المصريين في يد مولى قاسي ويتسلط عليهم ملك عزيز يقول الرب. أغلق على المصريين، الله بيقول للنبي أشعياء في الصفحة رقم 19 إنه في آخر 7 سنين في هذه الأرض في فرعون هيجي هيغلق على المصريين، اسمه المولى القاسي، فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول الرب. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، بيتنبأ عن سد النهضة من قبل ما يكون ب 2600 سنة، إن أثيوبيا هتسيطر على مية النيل. طب إيه اللي هيحصل بعد ما أثيوبيا تسيطر على مية النيل؟ هتلاقي ثلث المحاصيل الزراعية اتمحت، وثلث الصناعات اتمحت، وثلث التنمية اللي بتحصل في مصر اتمحت، والناس ثلثهم هيجوع، كلهم هيبصوا لبعضهم بعض، وجوههم وجوه لهيب. الشخص الأجري اللي بياخد مثلا 500 جنيه في اليوم هيدخلهم في جيبه اليمين هيطلعهم من جيبه الشمال، مش هيعرف يكفي بيته. حسب اللي مكتوب بيقول لك وتكون عمدتها مسحوقة وكل عاملين بالأجرة مكتئبين النفس، يعني كل العاملين بالأجرة هيكونوا في حالة اكتئاب شديدة لأنهم مش عارفين يكفي مراته وعياله وبيته. زي ما انت عارف إن المصاريف في مصر في الأيام دي بقت صعبة أوي، في أزمة اقتصادية طاحنة رهيبة، أزمة اقتصادية طاحنة رهيبة بتحصل في وسط كل المصريين، وكلنا عارفين الكلام ده طبعا. فالكلام ده أنا عايز أقولك إنه مكتوب من 2600 سنة. حلو الكلام، نكمل النبوة مع بعض. بيقولك إيه؟ وأهيج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه، كل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة. يعني إيه الكلام ده؟ معناه إن بسبب الغلاء الفاحش اللي بيحصل الشعب هيظلم بعضهم بعض، يعني البايع والشاري هيظلموا بعض. يعني مثلا تروح تشتري موتوسيكل مثلا شفته على اوليكس مكتوب ان هو ب 15 ألف، تروح هناك يقول لك لا ده بقى ب 20، الاسعار غليت. يعني ايه؟ يعني الناس بقت في روح جشع بقى في وسط المصريين، روح جشع بقى يخلي الشعب المصري يظلم بعضه بعض. حسب تكملة النبوة، لانه بيقول لك ايه، مزج الرب في وسطها روح غي، يعني روح ظلم، يعني الناس مبقتش فاهمة بعضيها، روح غي. مزج الرب في وسطها روح غي فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه. يعني الناس بقت ماشية كأنها سكرانة، سكرانة من غلاء الأسعار. هنا بيقول لك إيه تكملة النبوة، إن رؤساء صوعا أغبياء، حكماء مشري فرعون مشورتهم بهيمية. هنا بيشبه كل المسؤولين إن مشورتهم بهيمية، مش عارفين يسوقوا العربية أو مش عارفين يسوقوا أرض مصر، كل لما بيعملوا عمل بيفشلوا فيه. والكلام ده بيحصل ليه؟ الكلام ده بيحصل لان هم عايشين في نهاية العالم، مش عارفين ان هم عايشين في نهاية العالم، لان بسبب اللي هيحصل واللي بيحصل. بص، اسرائيل واثيوبيا عاملين كم مشي على مصر من النيل الى الفرات، المملكة الاسرائيلية الاثيوبية. اسرائيل هتحتل اغلبية الدول نهر الفرات العربية، وأثيوبيا هتسيطر على مية النيل، فهنا تبقى المملكة الإسرائيلية الكبرى من النيل إلى الفرات، لأن النبي سليمان زمان اتجوز ملكة الحبشة، ومن هنا أثيوبيا وإسرائيل بقوا روح واحد. ففي تحويط على مصر، والتحويط ده جاي من السودان وجاي من ليبيا وجاي من الدول اللي حوالين مصر. السيسي مش عايز يخش في حروب، السيسي عايز يبعد نفسه عن الحروب علشان ينمي البلد، لكن مش عارف ان الحروب هتفرض عليه، لان لما يلاقي الفلسطينيين بيحاولوا ينزلوا في ارض سيناء هو هيشتبك مع اسرائيل، ولما يلاقي الاثيوبيين بيحاولوا يغلقوا مية النيل علشان يفرضوا سياساتهم عليه هو هيشتبك مع الاثيوبيين. وهتجيله بقى من السودان ومن ليبيا ومن مناطق كتيرة. فاحنا عايشين في مصر على حافة الزمان، فبقول لكم اصبروا على الاوضاع اللي بتحصل، لان اللي جاي اعظم من الذي مضى، اللي جاي أعظم من الذي مضى. لأن نهاية النبوة بتقول إيه، وتكون أرض يهوذا رعبا لمصر، يعني أرض إسرائيل هترعب مصر، وكل من تذكرها يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها. يعني إيه الكلام ده؟ إسرائيل وإيران بمجرد ما يحاربوا بعض، إسرائيل وإيران لما يشتبكوا مع بعض هيعملوها الصغار وهيقعوا فيها الكبار. أمريكا والاتحاد الأوروبي هتيجي لدعم إسرائيل، وروسيا والصين هتيجي لدعم ايران، والشرق الاوسط هيتقسم نصين، اسرائيل هتحتل اغلبيه الدول العربيه، وايران هتبدا تضرب اغلبيه الدول الخليجيه.
فهيكون الشرق الاوسط ساحه صراع كبيره، فمصر هتشوف وهتحاول تنأى نفسها عن اللي بيحصل، وهتلاقي الرئيس السيسي بينأى بنفسه عن اللي بيحصل ومش عايز يخش في حروب. فمن هنا تحقيق النبوه اللي بتقولك وتكون ارض يهوذا اللي هي ارض اسرائيل رعبا لمصر، كل من تذكرها يرتعب من امام قضاء الرب. الله بنفسه هيمسك حصانه الابيض وينزل على السحاب في الحرب العالميه الثالثه اللي بتحصل دلوقتي، اللي احنا في احد سيناريوهاتها، وهينزل على جبل الزيتون، والممالك العظيمه الاربعه اللي هي امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين اللي هيجوا في الشرق الاوسط بسبب اللي بتعمله اسرائيل وايران، هيحيدهم كلهم وهيضربهم، ويقيم ملكوت السابع، ملكوت السماوات. يوم واحد هيكون كألف سنة، يوم لا طلع له نهار ولا نزل له ليل، هو اليوم الواحد. في الجبال هتندك في مكانها، وهيكون رعش في كل سمك البحر، الشمس دي هتطفي، والقمر هيخفض ضوءه، والأعاصير هتكنس الأرض، والزلازل هترقص العماير، وتغيرات مناخية هتحصل في كل الدول، لأن الله هينزل في الحرب العالمية الثالثة عشان يفك الشعوب دول عن بعض ويقيم ملكوته الأخير. ومن هنا هيظهر للأمريكان وهيظهر للصينيين وهيظهر في الشرق الأوسط، هيظهر للثلاث محاور دول، هيظهر للثلاث محاور دول، وهيضرب في أمريكا روح قلة الأدب اللي بيحصل أو روح الزنا اللي بيحصل، وهيضرب في الصين روح الإلحاد اللي بيحصل، الإلحاد، ما الإلحاد ساكن في الصين وقلة الأدب ساكنة في أمريكا زي ما أنت عارف. في الشرق الاوسط بقى هيضرب المحور الثالث للشيطان اللي هو ايه؟ الديانه الكاذبه او التدين الكاذب. اغلبيه البلاد العربيه عندهم مضروبين بالتدين الكاذب، فهيضرب هذا التدين الكاذب، وهيمحي الانبياء من الارض، وهيمحي كل رجال الدين من الارض، فهيمشوا كل واحد فيهم يبص لبعضهم بعض ويضربوا كف على كف، لان الله هيظهر للناس، الله هيظهر للناس، واهاليهم هتجري وراهم، هتجري ورا رجال الدين وتقول لهم انتوا اللي ضلتونا عن طريق الله، طب اهو الله نزل على السحاب ومش زي ما انتوا بتقول عليه، اهو نزل على السحاب وظهر امام كل الدنيا، وهيقيم نظامه الاخير، نظام ملكوت السماوات، وهيضرب نظام العالم. فالكلام ده كله صدق وحقيقي وبيتحقق في الايام اللي احنا عايشين فيها. فمطلوب مننا حاجة واحدة، مطلوب مننا ان احنا نحط الانجيل والتوراة والقرآن ونقلب فيهم ونبحث عن مخلص العالم الوحيد، عن كوكب الصبح المنير، عن الحقيقة الحقيقية، عن اللي يشفع فيك في يوم القيامة. هو ده فلك نوح التاني، ان دخلت فيه تخلص، اما ان رفضت تدخل فيها تبقى في الطل والطوفان. الاولاني كان من مية، اما الطوفان التاني هيكون من نار. فالوقت قريب، احنا في الايام الاخيرة، ابحث بصدق، وانا مش هقولك اسمه ايه لان انت لازم تبحث عنه، لأن الحقيقة عزيزة النفس، عزيزة النفس بتحب اللي يبحث عنها، فابحث عن الحقيقة فتلاقي الحقيقة هي اللي وجدتك، لأن الحقيقة بتحبك، لأن أنت بتحب الحقيقة، وأنا عارف إن كل قرايبك بيبغضوك لأن أنت بتحب الحقيقة، فإن بحثت عن الحقيقة بصدق هتجد الحقيقة. الوقت قريب، ده الكلام المطلوب المرسل إني أقوله اليوم قلته، اللي عايز يصدقه يصدقه، واللي مش عايز يصدقه ما يصدقوش. إحنا في الأيام الأخيرة، استعدوا للقاء إلهكم.